السلام عليكم، يعطيكم العافية يا مس. اليوم بإذن الله بنكمل درس إحداثيات نقطة منتصف قطعة مستقيمة. بدي أحل مثال 6-5 صفحة 46. بقول لك المثال: إذا كانت النقطتان ألف، إحداثيات النقطة ألف عندي سالب 2 و5، وإحداثيات النقطة باء عندي 1 و2، نقطتان في المستوى الإحداثي، وكانت باء منتصف القطعة ألف ها. إذن القطعة اللي عندي أنا أصلاً اسمها ألف ها، هاي القطعة اللي عندي، بقولنا باء المنتصف. باء المنتصف قلنا إحداثي ألف سالب 2 و5، وإحداثي باء اللي هي المنتصف 1 و-1. بده ياني أطلع إحداثي ها، هذا المطلوب. القانون عندي إحداثي المنتصف، القانون عندي إحداثي المنتصف. إذن إيش عندي إحداثي المنتصف أنا حسب القانون؟ حسب القانون عندي إحداثي المنتصف اللي هو النقطة ها، أو عفواً النقطة باء اللي هي عندي 1 و-1. هاي إحداثي المنتصف. شو القانون إلها؟ حكينا س1 + ص1، هاي س1، هاي ص1، هاي هون نسميها س2 و ص2. بدي أطلع س وص2. هلأ عندي س1 + س2، يعني س1 مكانها -2 + س2/2، هذا الإحداث الأول. والإحداث الثاني 5 + ص2/2. إذن هيك أنا بكون بس طبقت على القاعدة إحداث المنتصف يساوي الطرفين، بجمع السين اللي للطرفين وبقسمها مع 2، وبجمع الصاد اللي للطرفين وبقسمها مع 2. هلأ مباشرة الإحداث الأول يساوي الإحداث الأول، يعني الأولى عندي -2 + س2/2 يساوي 1، هاد يساوي هاد، الإحداث الأول أكيد يساوي الإحداث الأول. هلأ الإحداث الثاني اللي هو 5 + ص2/2 يساوي الإحداث الثاني اللي هو -1. هلأ عندي معادلتين، ضل علي أحل المعادلتين وأطلع قيمة س2 و ص2. هون كيف بدي أحلها؟ هاي كلها مقسومة على 2، بتخلص من القسمة بالضرب، بضرب المعادلة كامل هون ب2 وهون ب2. هون الاثنين بتلغي الاثنين، فبصير عندي -2 + س يساوي 1 ضرب 2 = 2، وكمل حل معادلة عادية +2 + 2، صفي عندي س تساوي 2 + 2 = 4. إذن س تساوي 4. هلأ بدي أحل المعادلة الثانية عشان أطلع صاد اللي هي س2 طبعاً، اللي هي هون مكانها بحط 4. هلأ بدي أحل المعادلة أطلع ص2، نفس الإشي بضرب في 2 عشان أتخلص من الاثنين، 2 تلغي، بتصير عندي 5 + ص2 يساوي -2، هون -5، هون -5، ص2 تساوي عندي -2 + -5 = 7. إذن إحداثي النقطة هون -7. اللي طالب إحداثي النقطة ها، إذن إحداثي النقطة ها اللي هي 4 - 7. عملت هون عملية عكسية وطلعت أنا الطرف الثاني بدل ما أطلع إحداثي منتصف القطعة. عندي التدريب الثاني،
تدريب 6-6 عفوا صفحة 46 بقول لك إذا كانت النقطة نون إحداثياتها 0 و2، منتصف القطعة المستقيمة عندي ميم لام. هي عندي قطعة مستقيمة، هاي ميم وهاي لام وهاي نون نصها اللي هي 0 و2. ميم عندي 4 و-1، بده إياني أطلع سين 2 و-2. نفس الإشي حكينا، بطبق بقول 0 إحداثي المنتصف 2 يساوي 4 + sin2 / 2 و-1 + sin2 / 2. هلأ قلنا زي ما قلنا الإحداثي الأول بساوي إحداثي الأول اللي هي عندي 4 + sin2 / 2 يساوي 0، والثاني عندي -1 + sin2 / 2 يساوي 2. هلأ نفس الإشي بتخلص بضرب ضرب 2، ضرب 2 بتروح تصير عندي 4 + sin2 ويساوي 0 -4 - 4، عندي sin2 تساوي 0. هون نفس الشيء بضرب 2 بضرب 2 بصير عندي -1 + sin2 يساوي 4 + 1 + 1 / 2 يساوي 5. إذا هون عندي 0 و5، إذا إحداثيات النقطة لام اللي هي 0 و5. يعطيكم ألف عافية.